لطالما كانت الحلويات التقليدية أحد المظاهر التي لا تغيب عن موائد وطاولات العائلات الجزائرية في رمضان، حتى لو تميزت بغلاء سعرها غير المسبوق، إلا أن نكهة رمضان تلزم الجزائريين اقتناء مختلف أنواع الحلويات التقليدية التي تزين السهرة الرمضانية. تفاصيل أكثر مع وليد مهاجري. نحن متواجدون بإحدى الأسواق الشعبية بقلب باب الواد، فرغم الارتفاع المسجل في أسعار الحلويات التقليدية إلا أن الإقبال كبير، كون العائلات الجزائرية اعتادت على تزيين موائدها بهذه الحلويات الرمضانية. 3 جور 4 جور 5 جور الأولانيين دوك تغلى الحالة، ومن بعد ما كاين والو سكي باري دوك هو كيشوف هكذا من هنايا يشري، شغل لازم يشري. علي أحد باعة الحلويات التقليدية المعروفين بباب الواد أرجع ارتفاع أسعار الحلويات التقليدية إلى غلاء سعر المواد الأساسية من السكر والزيت وغيرها. كيما بارابور رمضان اللي فاتت كانت 5000 6000، هذه حلوة تاع اللوز دوكا 7000 8000، اللوز زاد كنا نشريوها 120 دوكا راهو 185000 كيلو اللوز، هذا ديفيرونس كبيرة. فرغم ارتفاع أسعار أغلب أصناف الحلويات إلا أن الإقبال عليها لا يزال مرتفعا، خصوصا على الحلويات التقليدية والتونسية التي تجد رواجا كبيرا. حانوت هدية عندها من 1960، بابنا هنا قديم وخذيناها أب على جد فهمت الله، ومشهور اختصاص تونسي مشهور بالحلويات، هذاك علاش معناه يجوا الحلويات التونسية هذه خاصة. وإن كانت الأسعار ليست في متناول الجميع، إلا أن الجزائريين لا يمكنهم الاستغناء عن هذه الحلويات التقليدية في سهراتهم الرمضانية.